بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بزميلنا الناقد الرياضي محمد ديك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ وعود احمد زي ما بيقولوا يا رب. في اول مباراه رسميه للنادي الاهلي في 2024 ان شاء الله، وشتا خير زي الحلقه بتاعتك النهارده ان شاء الله باذن الله. منورنا. الله يخليك كابتن تنور. وشك منور. الله يخليك كابتن. طبعا النهارده مباراه مهمه وصعبه، دايما الماتشات الفرق او المنتخبات المصريه الجزائريه ليها طابع خاص، المنافسه على طول التاريخ، دول شمال افريقيا عموما. جمهور هناك متعطش للفرق وبحماس شديد جدا، متواجد طوال 90 دقيقه بيشجع. صحيح. لكن ان شاء الله خبرات لعيبه النادي الاهلي النهارده وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون حليف النادي الاهلي النهارده ويعود نتيجة ايجابيه ان شاء الله تسهل مأموريته في الماتشات اللي جايه. زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان المباراه مش حاسمه، لكن هتسهل مأموريته في الماتشات اللي جايه، خاصه انك انت عندك الماتش اللي جاي فرق قليل، ايام قليله، هتسافر غانا تقابل مدياما برضو عنده فرص، مجموعه متشابكه، مجموعه كلها قريبه من بعض، مش حابين نخش فكره بقى الحسابات المعقده. صحيح. ونستنى بقى ماتش يانج اللي هو في اخر ماتش عندك في افريقيا في المجموعه في الجوله الخامسه. صحيح. ان شاء الله مشيئة الرحمن النادي الاهلي قادر النهارده يحقق نتيجه ايجابيه ترضي طموحه. صحيح. وتسهل مأموريته في الماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. الصحافه قالت ايه بقى النهارده على النادي الاهلي وخصوصا غيابات النادي الاهلي الكتير؟ ده كابتن العناوين الرئيسيه في الصحافه المصريه، حتى هم هناك في الجزائر كمان بيركزوا على فكره الغيابات الموجوده. حتى برغم ان تصريحاتهم يعني بتقول مثلا النادي الاهلي فريق كبير، بس الغيابات مش هتبقى مؤثره. لا، الغيابات طبعا مؤثره، وخاصه انك انت عندك غيابات في بعض المراكز اللي ما فيها يعني القوه بتاعت اللعيبه، مش الخبرات شويه مش متقاربه شويه. صحيح. وده اللي خلينا نبدا مثلا من الاهرام يا كابتن. النهارده بتقول النسر الاحمر يصارع حمى الاصابات امام بطل الجزائر. بيتكلموا ان النهارده اول مباراه رسميه في بطوله دوري ابطال افريقيا بعد توقف 58 يوم دي في بطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي زي ما حضرتك اتكلمت، الاهلي يعود للماتشات بعد 50 يوم بالظبط. كان اخر ماتش بالنسبه لنا 28 السنه اللي فاتت في ديسمبر. مزبوط. في نهائي كاس السوبر قدام مودرن فيوتشر. النادي الاهلي النهارده صحيفه الاهرام تكلمت على ان هو عنده بعض الصعوبات شويه، ابرزها الغيابات. صحيح. اتكلم كمان في غيابات مؤثره، بدايه من حارس المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع، خط الوسط، حتى على مستوى الهجومي عندك اصابه قويه جدا، بيرستاو عنصر مميز جدا. برغم كده بتتكلم كمان على فكره عدم خوض اي مباراه رسميه. صح. فكره انك انت تقعد 50 يوم في ماتشات وديه كابتن وتجهيزات بعض، في فرق بين الرسمي والودي. بالظبط. 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 يعني حتى اخر ماتش كان مارسيل كولر جرب فرقه الشباب في ماتش ودي. من الاهرام الى الاخبار برضه بتتكلم يا كابتن على فكره الغيابات بالجمله. بالغيابات بالجمله النهارده، بس بيتكلموا على فكره ان مارسيل كولر عالج الازمه دي فنيا ونفسيا. فكره ان هو حاول زي ما حضرتك اتكلمت في البدايه ان هو ممكن يلعب شويه في التشكيله، سواء بتغيير مراكز بعض اللعيبه او ان هو يجرب بعض اللعيبه في اماكن جديده. واعتقد النهارده فكره هيختلف في اداره المباراه في الملعب كمان. بالظبط، داخل الملعب. ما هو هنتكلم دي حاجه هنشوفها في الماتش، بس انا اعتقد ان هو زي ما حضرتك اتكلمت فكره ان هو في الملعب نفسه ممكن التشكيله نفسها او طريقه الاداء تختلف، وخاصه انك انت بتلعب قدام فريق عنده نفس الطموحات بتاعتك. صحيح. يسعى ان هو النهارده لو حقق نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي هيبقى في الصداره. طب. دي برضو من حتى من العناوين اللي هي بتاعته، وان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. برضو من الاهرام، من الاخبار اليوم السابع، بيتكلم على قمه كرويه عربيه افريقيه. بيتكلموا على فكره ان مارسيل كولر بيجهز البدائل لتعويض الغيابات، وقالوا ان النادي الاهلي النهارده بيدخل المباراه على قمه المجموعه، عنده 5 نقاط من 3 ماتشات، وعنده تسلح مارسيل كولر هيتسلح بفكره التفوق التاريخي في المواجهات المباشره بيننا وبين شباب بلوزداد. الاهلي لعب 3 ماتشات قدام بلوزداد، الحمد لله كان الفوز في 2001 مرتين ذهاب وعوده. مزبوط. حتى الماتش اللي فات اللي كان هنا في كان تعادل، كان النادي الاهلي الاكثر سيطره واكثر اهدارا للفرص وغاب التوفيق عنه. حتى هم اتكلموا بعد الماتش وكانت فرحه عارمه ان هم راجعين من القاهره بنقطه. صحيح. هم حتى بعد الماتش اتكلموا، قال احنا كنا بنلعب مباراه على جزئين، خلصنا الجزء الشوط الاول ونجحنا بنتيجه ايجابيه، في الجزائر بقى هيبقى الشوط الثاني من المباراه. صحيح. المصري اليوم بيتكلم على فكره الاخطاء خلال اللقاء. مارسيل كولر عارف ان الظروف بالنسبه له الماتش دوت عنده غيابات كثيره، فقال في المحاضرات الاخيره للمهاجمين خط الهجوم تحديدا، نحاول كل فرصه تجينا نحاول نخلصها قدام المرمى. صحيح. وخاصه ان فرقه الشباب بالوزداد
عندهم قوة بدنية رهيبة يا كابتن، يعني وده بان من ماتش هنا خلال مباراة الذهاب بالظبط، او المباراة اللي اتلعبت هنا في الجولة الثالثة. في الجولة الثالثة عندهم خط دفاع اجسام بدنية مقارنة بالهجوم بتاع النادي الاهلي، صحيح. يبقى في فرق شوية، خاصة كمان الاجنحة بتاعتهم لياقة بدنية رهيبة. خط الهجوم بتاعهم عندهم وانبا، ده مهاجم اخر ماتش جاب جولين. جاب جولين في الدوري من واحده من بينالتي، يعني برضه بس احنا بنتكلم على القوة البدنيه بتاعتهم. ان شاء الله النهارده يبقى خارج الجيب خالص ان شاء الله النهارده باذن الله. برضه نتكلم الشروق، برضه تتكلم على فكره الاهلي يسعى لتعزيز الصداره، وان شاء الله النهارده برغم الظروف الصعبه اللي النادي الاهلي فيها يرجع بنتيجه ايجابيه ويحقق المرجو منه، وتبقى روح الفانيله الحمراء زي ما بنتكلم دايما تبقى موجوده في الماتش. والمباراة بتتكلم كمان، الصحيفة بتتكلم على فكرة تصريحات باكيتا. باكيتا اعترف ان المباراة صعبة جدا، وقال احنا بنلعب منافس قوي حتى رغم نتيجة مباراة الذهاب، الا ان احنا برضو على ارضنا هنلعب بخطة متوازنة دفاعا وهجوما. برضو من الشروق للوطن بتكلم على الحتة بتكلم فيها كابتن فكرة فك الاشتباك، مواجهة صعبة جدا، مجموعة 5-4-4-4، فالفكرة صعبة جدا في الترتيب، يعني حتى الفرق في النقطة بتفرق زي ما حضرتك اتكلمت وقلت، النقطة الواحدة بتاخد الفرقة بتوديه حتة تانية خالص في الترتيب. إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يرجع بنتيجة إيجابية تحافظ على صدارته قبل مواجهة ميدياما الغاني. نروح يا كابتن بعد كده للدستور، بيقول إن مارسيل كولر حرص خلال المحاضرات الأخيرة على التركيز واللعب بجدية، وحذر من فكرة خطورة خط الهجوم بتاع شباب الوزداد. صحافة الجزائرية كلمت ازاي بقى عن الماتش؟ هروح حالا دلوقتي، اول عندنا اول خبر باكيتا، مواجهة الاهلي مهمة لكنها ليست حاسمة. نفس ما حضرتك كلمت وقلت، ماتش بثلاث نقاط لكن لسه في جولتين، صحيح. هو برضه اعترف ان الماتش بالنسبة له هيلعب على الفوز قدام منافس قوي، بس الفوز النهارده مش هيوصله للتاهل للدور التالي، لسه عنده ماتش. بس الخساره هتبقى صعبه على الفرقتين، بالزبط. يعني اي فريق هيخسر هتبقى صعبه شويه، هيدخله في حوارات ثانيه، بالظبط. خاصه انك انت عندك ماتش خارج ملعبك، مظبوط، سواء شباب الوزداد او النادي الاهلي، مظبوط. من الخبر اللي حضرتك النهار بتقول نهائي قبل الاوان، قالوا ان ماتش النهارده الاهلي بطل افريقيا 11 مره قدام شباب الوزداد اللي ما تجاوزش دور الثمانيه طوال مسيرته في دوري ابطال افريقيا عامه، طول مشوار تاريخه ما تاهلش دور الثمانيه. فهم بيقولوا ان النهارده يتسلح بالجمهور وبعامل الملعب، وكمان نتيجه مباراه الذهاب. صحيح. من النهار برضو في النهار معانا صبري الاسماعيل، الاهلي لا يتاثر بالغيابات ومواجهته ستكون صعبه. ده مساعد مدرب باكيتا برضو بيتكلم على فكره ان النهارده ماتش الاهلي صعب جدا، وعندنا نتيجه مباراه الذهاب مش هتبقى زي ماتش النهارده، يعني هو عندهم واقعية جدا في تصريحاتهم. أيوة. بيتكلموا كمان ان الاهلي بيبقى حتة مميزة، هم كابتن دارسين النادي الاهلي جدا، بيقول ان النادي الاهلي في شهر فبراير ومارس في دوري ابطال افريقيا بيتحول لفريق تاني مختلف جدا. أيوة. طوال مسيرتهم كده، يعني هو بيركزوا على ان النادي الاهلي قد يبدا دور المجموعات بنتائج مش مثلا مش على قد المستوى النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي في اللحظات الاخيرة او في السباق الاخير في دور المجموعات بيتحول الى مارد احمر بيكتسح كل قدامه، وان شاء الله النهارده يبقى الاهلي في احسن حالاته ويعود بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. برضه بيتكلموا ان النادي الاهلي النهارده عنده غيابات، بس بيتكلموا ويأكدوا ويركزوا على فكره ان النادي الاهلي بما انحضر، وان كل لعيبته في لعيبه دوليه، في لعيبه في المنتخب الاولمبي، فكلهم عندهم خبرات، بالظبط، وعندهم القدره ان هم يلعبوا في الملاعب شمال افريقيا اللي مدججه بالجماهير. من صحيفه المسا بيتكلم صدارة المجموعة الرابعة في المزاد، زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان النهارده الفرقتين اللي هيكسب فيهم وان شاء الله يكون النادي الاهلي هيتصدر المجموعة ويعدي في مرحلة ثانية هتسهل مهمته في الماتشين اللي جايين. مظبوط. يعني حتى مكاسب النهارده هتسهل في ماتشته، عندك ماتش خارج ملعبك وعندك ماتش على ملعبك، فان شاء الله النهارده الانتصار يكون حليف النادي الاهلي ونعدي الماتش اللي جاي ان شاء الله. اخر حاجة كابتن معانا في صحيفة الإخبارية بتقول ان شباب الوزداد جاهز للديربي شمال افريقي، وقالوا ان اداره شباب الوزداد سخرت كل الامكانيات، عملوا المعسكر بتاعهم كابتن في مكان تعسكر او معسكر اللي بيقيم فيه المنتخب الجزائري. كمان حاجه ثانيه، اجل لهم ماتشات في الدوري الجزائري. اخر مباراه لعبها فريق شباب الوزداد يوم 10، ايوه، كان قدام
الفريق كان يوم السبت اللي فات يوم وكسبوا 2-0 كسبوا 2-0 الاتحاد الوسطى. هو كان الماتش اللي قبليه خسروا. الفرقه بتعاني شويه في خط الدفاع دفاعيا، عندهم سجلوا 23 هدف، استقبل مرماهم 11 هدف. صحيح. فدي من الحاجات ان شاء الله النهارده مارسيل كولر يكون مركز فيها، وخط هجوم النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه، ونتمنى ان شاء الله النهارده روح الفلاله الحمراء وتوفيق ربنا يكون موجود، و11 لاعب في الملعب ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويرجعوا لنا ان شاء الله بانتصار، وتبقى بدايه سنه جديده للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا يا ديك، شرفتنا ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله.